ودروس خصوصيه، لان دي لعبه شيكابالا المميز بها بمهاراته وقدراته، بيروح وبيعمل وها بيشوط، بتروح زي كل مره على يمين كابتن محمد الشناوي في المقص. فدروس خصوصيه النهارده للمدافعين في هذه الجزئيه، وتركيز شديد وتحفيز لكل، تعمل لهم فيديو تحفيز لكل الاهداف التي سجلها محمود عبد الرازق شيكابالا بهذه الطريقه وتحركاته لما بيتقدم من اليمين وبيخش وبيكسر لجوه وبيمرجح رجليه ودب. ففي امور كتيره جدا بيركز فيها مستر بيتسو موسيماني. الفوانيس مش شغاله يا عمر، الناس كل شويه يقولوا الفوانيس مش شغال، شغل الفوانيس يا عمر. حاضر، حقك علي، حقك علي، شغلنا الفوانيس عشان تشوف. حاضر، عيني. حاضر، ماشي يا سيدي، كل سنه وانت طيب وعود عليك بخير وصحه وسعاده يا رب. فالجزئيه الاخرى بجانب تحفيز مستر بيتسو موسيماني، ده عمل اجتماع مع الرباعي الهجومي، الرباعي الهجومي قفشه، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، وبرده قاعد مركز معاهم على بعض الجمل والتحركات، وطالبهم بعدم الانانيه والجماعيه واللعب من لمسه واحده، وضروره استغلال اخطاء محمود علاء. يعني هو قال لهم في الحته دي حاول دايما تشوط، ساعه ما تشوف محمود علاء شوط، ساعه ما تقطع من ساعه ما الكره تبقى رايحه لمحمود علاء استنى انها تجي لك اسيست تاني وتدي وهكذا. وركز على التسديدات بعيده المدى من عمرو السوليه ومن اليو ديانج. وقال لطاهر محمد طاهر، انا شفت فيديوهاتك يا ابني وانت في المقاولين العرب اول ما انت قبل ما تيجي، لقيتك انت مكسر الدنيا بالتسديدات بعيده المدى ومن على حافه ال 18 ومن زوايا صعبه جدا. ايه اللي حصل لك يا طاهر؟ ايه اللي حصل لك يا طاهر؟ قال له ان شاء الله يا مستر موسيماني النهارده تشوف هذه التسديدات وهذه الكرات. مستر موسيماني قام بدور وجلسات فرديه وتحفيزيه مع عدد من اللاعبين اهمهم حسين الشحات. قال له تعالى، انت شكلك ما بتجيش غير لما نملى الزمبلك ونقعد معاك نحفظك ونمليك زي ما عملت في مباراه الدحيل في كأس العالم للأندية. فتعالى، فقعد يحفظه ازاي يبقى هو ان هذه المباراة بالنسبة له مباراة الشهرة والمجد وإعادة الوجود وإقناع جماهير النادي الأهلي بإمكانياته وقدراته واسمه بعد الأداء السيء في المراحل الماضية، خاصة ان هو يعني للأسف شديد جدا لم يكن على مستوى الحدث في الفترة الماضية. وانا زعلان من حسين الشحات على اللي عمله مع شيكابالا في برنامج مهيب ورزان، ولا رزان ومهيب، لان عيب ان احنا نغلط في بعض، احنا لعيبه وزملاء ملعب. قبل كده اتخانقت مع عيل وتوقفتوا انتوا الاثنين، المره دي برضو نفس الفكره، تبقى انت في برنامج ويتم الغلط في محمود عبد الرازق شيكابالا وبرنامج مسجل ويذاع، هذا تعمد من ام بي سي لاحراج حسين الشحات ولازدياد الغضب الجماهيري تجاهه. حق ربنا هنقوله، احنا هنا بنقول حق ربنا، يعني ده ما يصحش من حسين الشحات. ان عاوز تتنمر او تسخر، اسخر من لعيب في فرقتك، لكن تسخر فريق منافس وقبل 24 ساعه من مباراه القمه، ده بالظبط يعني خطا كبير وعنيف من حسين الشحات. يتساوى مع خطاه لما هو زق كل الناس بتوع الاتحاد الدولي عشان يروح يسلم على تريكا في المدرجات في كأس عالم الأندية، ويتساوى مع جريمته لما هو تنه قاعد مريح خالص في حظر كورونا العام الماضي في بداية الحظر، ولما جه الأهلي يتمرن قال لهم عاوز أعمل عملية فتاء وغاب لشهور طويل، ومن ساعتها ما عادش حسين الشحات ولا تمنى أن يعود الليل. مستر بيتسو موسيماني النهارده إداله كورس رهيب، كورس رهيب كلامي، شد حيلك، ركز، اعمل، سوي، يمكنك اليوم كتابة المجد، تألقك في مباراة اليوم يغفر لك خطاياك الفنية في الفترة الماضية لدى جماهير النادي الأهلي. فدرس خصوصي ليه ودرس خصوصي للمدافعين في تحركات شيكابالا وفي محاولات حميد أحداد وأشرف بن شرقي، إزاي بياخدوا ضربات جزاء وإزاي بيروح يرمي نفسه على قدم المنافس مع انطلاقاتهم. فكان في تحذيرات في هذا الشكل من مستر بيتسو موسيماني وجهازه الفني والمعاون. على جانب آخر قام محمد الشناوي وسعد سمير ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السوليه بعقد جلسات مع لاعبي الفريق، جلسات تحفيزيه بقى، جلسات تحفيز، نشد حيلنا النهارده لو كسبنا
يبقى خلاص كده احنا متفوقين عليهم. ما المهم المباراة دي بطولة بحد ذاتها، التاريخ لا ينسى مباريات القمة. عايزين النهاردة انكل ابو المعطي يقول كسح كتع كسة لتاني وهكذا. قلت له يا ابني انت ما لقيتش غير انا تقول لي في مثل زي ده، تقول لي عيبة يا ابني ركزوا مع بعض وشدوا حيلكم. قال لا نتمنى نفوز، بس لو فزنا تقولها وبتاع وكلام منه. قلت له بص انا بتفائل لما الاهلي يبقى ما يبقاش عنده ثقة. انت عندك النهاردة نقص عددي كبير، ثلاث لعيبة مؤثرة ومهمة في التشكيلة الاساسية، غايب عنك الجناح الطائر علي معلول، غايب عنك الدهية النيجيرية جونيور اجاي، غايب عنك حمدي فتحي، والمباراة الماضية كان غايب عنك ستة وكسبت، فالنهاردة غايب عنك ثلاثة اساسيين ومن الركيزة الاساسية للنادي الاهلي في هذه المباراة القوية. فاوعى تخش المباراة بثقة مطلقة انك هتكسب، لان الكرة غدارة، ومباراة القمة لا تقبل القسمة على اثنين ابدا ابدا ابدا. حتى لو تعادل يقول لك فلان كان متفوق على المرمى، فلان كان افضل، فلان كان كذا وهكذا، في الاخر بيطلع فريق متفوق على الاخر، وساعات الاثنين يطلعوا في قمة السوق. فعملوا جلسات تحفيزية، وعملوا جلسة قروا فيها سورة ياسين، وقعدوا يقولوا بعض الأذكار. نتمنى بإذن الله تعالى أن ربنا يوفق الفريقين إن شاء الله، ونرى مباراة قمة حقيقية في الأخلاقيات والروح الرياضية، لأن برضو علمت أن هناك محاولات لإفساد مباراة القمة ولو حتى باعتراضات من على الدك. يعني في ناس النهاردة ما عندهاش نية أن المباراة تعدى على خير، لكن بنأمل بإذن الله تعالى أن المباراة تمر على خير، واللاعب الفريقين يساعدوا الحكم أمين عمر. طيب ده معسكر النادي الأهلي ومستر بيتسو موسيمين. قال لهم اضغطوا على محمود علاء، لهم محمود علاء أحسن واحد بيعملوك أسيستات، اضغط عليه وقطع وشوط، أو لما يجي هو يطفش استنى شوف الكرة تروح منه فين، هتلاقيها بيبقى فيها بركة. قلت له حتى أنت يا موسيماني. وعمل ايه تاني؟ عملوا ايه تاني؟ الجلسات قلناه، وجلسة الخاصة بتاعت الشحات قلناه، بس يا رب يا شحات يأثر فيك جلسات موسيمان او دعوات الناس. انا شفتك امبارح وانت لابس النظارة مع مهيب ورزان، قلت الواد مش عارف يسدد على بعد مترين في الباسك. طب هيسدد ازاي في الملعب على بعد 20 متر و 30 متر؟ هل انت عامل بيسموها ايه، عدسة مثلا او حاجة في المباراة، ولا هل دي نظر، ولا هل دي كانت منظرة؟ لا اتمنى انها تكون كانت منظره، لانك انت لبستها وانت بتلعب الباسكت على بعد مترين. قلت الشحات لو مش شايف على بعد مترين اشوف ازاي على بعد 20 و30 متر. لازم يا حسين لو كده تعمل عدسات، لازم، لو مش عيب، او تلبس نظاره كده زي ما كان ادجار ديفيز بيعملها، نجم هولندا، وبلاستيكيه وتلعب بيها، ربما ده السبب في انك انت مش عارف طريق المرمى وكراتك تكون طائشه. حبيبي يا سحس، انا حاسس احسن انك انت النهارده تعمل شغل جامد جامد جامد، او تعمل عمليه ليزر. انس بيقول لك او اعمل عمليه ليزر. انا حاسس انك انت يا حسين الفرج هيبقى على ايديك النهارده، رغم ان انا زعلان منك انك تنمرت على شيكابالا وقلت مش عارف ايه وكلام بالشكل ده. ما ينفعش يا ابني ان كنتوا تعملوا ده، ما ينفعش، لكن ربنا يوفقك يا سحس، ونشوفك النهارده كده يعني ايه، تفرح الجمهور مره، تفرحه مره. ده انت يعني مش عارف ايه يا راجل، يعني مش عارف اعمل معاك ايه، فيا رب. وبعدين تيجي تعميها في مباراه مهيب ورزان، مهيب ورزان بفرح نجم جاي ويعمل ازمه ويصيط البرنامج، وعمال يدفع فلوس للناس مكافئات 100,000 جنيه كل ليله وبيفرحوا الناس. انت زعلت قطاع عريض من جمهور الزمالك يا سحس، وده ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. شيكابالا حتى لو غلط مره او حاجه بننتقده، لكن احنا ما نردش الغلط بغلط عشان ما تنش الدايره شغال. طيب لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. يوسف احمد بيقول لي هيجيب هاتريك. اسمع مني، عارف لو جاب هاتريك يبقى في حاجه هتحصل في الكون غلط، بس يا رب يجيب هاتريك. يعني حسين الشحات يجيب هاتريك النهارده؟ يوسف احمد، طب لو جاب هاتريك يا يوسف، حسين الشحات لك مني مكافاه هديه، بلاش مكافأة عشان المكافأة تفهمها فلوس واحنا ناس مفلسين زي بعض. لا ليك مكافأة حلوة، يعني هدية حلوة، بلاش مكافأة. يعمل ليزك يا دكتور احمد محمد حسن عبد الله، حاضر. يعمل ليزك يا حسين، شفتهم امبارح على بعد مترين وبيرمي كرة الباسكت ولابس النضارة وعمال يعمل كده، ايه يا سحس مالك؟ تكون صاحي من النوم يا ابني ولا ايه؟ شد حيلك يا سحس، ربنا يكرمك بإذن الله ويوفقك. لو جبت هاتريك الراجل اللي قال ده
هيفكرني وهجيب له هديه. والهديه طبعا يعني على يعني ان شاء الله حلو، ان شاء الله حلو. مش هقول لك الهديه ايه دلوقتي، بس انا بقوله قلب مطمن، لانه صعب يجيب هديه، صعب يجيب هاتريك. احمد الشحات، صعب حسين الشحات يجيب هاتريك. ايه الهديه؟ موبايل. لو جاب حسين الشحات هاتريك لك موبايل. ايه بقى انت ورزقك، انت ورزقك، انت هتتنك بس يجيب. ولا ممكن يجيب الهاتريك والاهلي يخسر برضو على طريقه شيكابالا يسجل والكده. ماشي يا عم. هو عموما باذن الرحمن الاهلي كسبان، عشان بس اهو برافو عليك. قال لك جيب له نوكيا 6619، ما اعرفش والله في النوكيا. ايفون 11 ليه ان شاء الله؟ شايفني ملياردير يعني. في حاجات كده هدايا تحطها في البيت مش تستخدمها، يعني التليفون اللي هتجيبك مش عشان تستخدمه، عشان تحطه في البيت، عشان تبقى طول العمر قدامك، مش هجيب لك موبايل عشان تستخدمه. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. الناس اللي معانا في اللايف يضرب اللايك، اضرب اللايك، اضرب اللايك. او تليفون ارضي، لا بس تليفون ارضي بقدر استخدمه. اجيب لك الصاروخ الصيني. يا ابني عمر حسين الشحات ما يجيب هاتريك يا ابني. ده انا اقول اجيب لك طياره، خلاص يا عم طياره لعبه طبعا. ده لو جاب هاتريك، بس مش هجيب هاتريك، صعب حسين الشحات يجيب هاتريك. ده بيجيب جونين يا عم. لايك وشير وصلي على الزين وادعي النفس. ده إيه؟ الكون يحصل فيه غلط حاجه، يعني يحدث ارتباك في الكون لو حسين الشحات جاب هاتريك. فعشان جاي بقول لك هجيب لك طياره، خلاص. لايك وشير وصلي على الزين. الناس اللي معانا في اللايف اضرب اللايك عشان نقول اللحظات الاخيره في معسكر نادي الزمالك، عشان عندنا زلزال الطموح. لايك لايك، اللي معانا يضرب اللايك. الله عليك، تسلم ايديك يحفظك. اللي يضرب اللايك يقول اسمه بن شرقي هاتريك. اي اونكل انت كده برضو مش مستغط كويس. لا لا، وانت بتحلم الحلم يجي شمال غلط. ما عملهاش خالص اشرف بن شرقي، ولا حسين الشحات عملها خالص مع الاهلي. يبقى هيجوا يجيبوا هاتريك في يوم زي ده؟ الا بقى لو في ظروف غير طبيعيه زي مباراه 6-1، لكن في الظروف الطبيعيه ما اعتقدش ان في لعيب جاب هاتريك في ماتش الاهلي والزمالك. هدور في الموضوع ده واقول لكم بالليل. واحد تاني قال لك الشحات 4 اجوان، قلت للتاني طياره، ده اقول له عماره. اضرب لايك يا بيه، اضرب اللايك يا بيه، لايك عشان نقول معسكر الزمالك. لايك من المعادي وائل الخليل، ربنا يحفظك يا وائل. كنت معزوم انا في نادي اليخت يا وائل وما رحتش. والله. احمد ابو حلاوه، انت راجل محترم، ربنا يحفظك يا استاذ احمد ويبارك في عمرك. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا عم. قول يا باسط تلاقيها هاصط، مفيش احسن من انك تحب الناس والناس تحبك والدنيا بحالها. ماشي. في معسكر نادي الزمالك مستر باتريس كارتيرون عقد عده جلسات، خاصه وانه ادرك ان بهزيمته اليوم سيحمل حقائبه رحيلا عن نادي الزمالك، خاصه بعد ان هيبقى في غضب جماهيري كبير انه سيكون قد عجز عن الفوز على النادي الاهلي في شهر واحد وتلقى خساره مرتين. التعادل يخلي المعسكرين هاديين، لكن فوز الاهلي يشعل معسكر الزمالك ويأثر على مسيره كارتيرون، وفوز الزمالك على الاهلي لا قدر الله يعمل مشاكل برضه لمستر بيتس موسيماني واللعيب. وانا شايف ان الاهلي مش فورمته، لكن بيجي قدام الزمالك بنشوفه فورمه. هنشوف النهارده ايه اللي هيحصل، وحق ربنا هنقوله بعد المباراه واخر المعلومات على الساحه. كابتن مستر كارتيرون طالب الشق الهجومي بن شرقي وحميد احداد واحمد سيد زيزو شيكابالا بالضغط على مدافعي النادي الاهلي والتسديد بعيد المدى. ده الدرس اللي قاله مستر بيتسو موسيماني في اجتماعه مع اللاعبين النهارده. عمل اجتماع برضه باللعيبه محاضره كده، فقال ان الخط الرباعي ده يضغط على دفاع النادي الاهلي وبيضغط. وقال لو ايمن اشرف لما بيطلع بيتاخر سنه في العوده، شيكابالا يضغط من الحته ديت، وبن شرقي يضغط على محمد هاني، واحمد سيد زيزو هيبقى من العمق، وهيبقى في مساله الشيفتنج بينهم الثلاثه وفي الامام حميد احداد. محاولات ودروس خصوصيه لحميد احداد في الحصول على ضربات الجزاء، في الحصول على ضربات الجزاء. قالوا له يا احداد ابعد عن بدري بنون عشان هو فاهمك، ركز على ياسر ابراهيم او رامي ربيعه، ايا كان مين فيهم اللي هيلعب، ايا كان مين فيهم اللي هيلعب. ايوه يا عم اضرب اللايك كارتيرو.